السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم النيل. اليوم موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مختلف وغامض، حاول كتير جدا من العلماء إن هم يفسروا الموضوع ده، في منهم نجح والبعض الباقي فشل. بس قبل ما أبدأ أتكلم في أي تفاصيل، أحب أرحب بزميلتي. أهلا بك يا مروة. أهلا بيك يا سمر، وأهلا بالسادة المشاهدين. موضوع حلقتنا النهاردة عن عالم الأحلام، هنتكلم عن تفسير الحلم، وهنتكلم عن ايه العلماء قالوا ايه، في علماء علم النفس قالوا ايه عن موضوع الحلم ده. خلينا الاول في البدايه لازم نعرف ان مفيش شخص تعرض للحلم او مفيش شخص بيحلم وما جاش على باله ان هو يسال نفسه ويقول هو انا ليه بحلم، ايه لازمه الاحلام دي في حياتنا، هل هي فعلا خرافات ولا ليها معنى اساسي. طيب الاحلام هي عالم غامض ومثير للاهتمام، وفي كتير جدا من العلماء حاولوا ان هم يخوضوا العالم ده، في منهم بقى حاولوا ان هم يتوصلوا لمفهوم العلم، المفهوم العلمي للاحلام، وفي ان هو مش عرفوا يتوصلوا لاي حاجه. ففي من بعض العلماء كان بيقول ان تفسير الاحلام دي عباره عن سلسله متواصله من التخيلات والتوقعات اللي بيتعرض ليها الفرد خلال النوم. وفي برضو بعض العلماء كانوا بيقولوا ان الاحلام دي عبارة عن المخاوف اللي بتكون عند كل فرد، كل فرد اكيد جواه مخاوف معينة، ممكن المخاوف دي ما تظهرش في الحياة بس بتظهر في احلام الفرد ده. وبرضو بتكون الاحلام، في برضو ناس قالوا ان الاحلام بتكون عبارة عن مواقف بتحصل لنا في حياتنا اليومية وبنشوفها بس في الاحلام. المعروف عن الحلم ده انه بيحصل لاي شخص عادي، يعني اي شخص بيحلم ببساطه كده، ما فيش شخص في حياتنا ان هو ما بيحلمش باستثناء الاطفال من سن يوم لخمس سنوات. ان الطفل اصلا ما بيبقاش عنده ذاكره، لان الحلم بيبقى مبني على مبدا ان اي شخص بيحلم بيبقى من ذاكرته المختزنه، اذا سواء كانت هي مختزنه على صور، مواقف، اشخاص، بيبقى ان لازم يبقى الذاكره المختزنه دي محتويه على مواقف عشان يقدر ان هو يحلم بيها. انما الاطفال هو ما فيش حاجه في ذاكرته ان هو يحلم بيها او حاجه مختزنه في ذاكرته، زي مثلا الطفل في السن ده ما بيبقاش ليه اي تعامل خالص غير مع مامته، بابا، اخواته، ممكن شخصيات كرتونيه اللي هو بيسمع الافلام الكرتونيه دي. لكن في كتير جدا من علماء النفس قالوا ان الطفل ما بيحلمش لان هو ما بيبقاش عنده القدره الكافيه على التخيل. بس اعتقد ان في ناس كتير ممكن تختلف في النقطه دي، لان احنا اوقات كتير جدا بنشوف الاطفال وهي نايمين فجاه نلاقيهم بيبتسموا، فجاه نلاقي الطفل وهو نايم مره واحده يصحى وهو بيعيط مثلا، ممكن وهو نايم نلاقي في حركه عين ليه سريعه كده، وعلشان نعرف ان الشخص اللي قدامنا ده بيحلم ولا لا بنلاحظ ان في حركه سريعه بتحصل في عينه. هي مفروض ان من نقطة الملائكة وان الطفل بيضحك او بيعيط، لان الطفل في الوقت ده بيبقى تحت رعاية الملائكة، بتبقى دي حاجة نابعة من ربنا للطفل نفسه. ازاي؟ ان الملائكة بتبقى هي المهتمة برعاية الطفل في الوقت ده، ان هي المهتمة بيه بكل حاجة، ان هي اللي بتضحكه وبتلعبه. ممكن ان الطفل في وقتها بيعيط بس ده بيبقى تنبيه من الملائكة للناس اللي حواليه مثلا ان في حاجة وحشة لا قدر الله هتحصل له. انما يعني الشخص العادي اللي هو بيحلم مثلا، يعني اي شخص عادي بيحلم، بتبقى ده نابع من مواقف عادي، ان هو بيبدأ ان هو يحلم في مواقف حصلت في دماغه، مواقف تعرض ليها. ايوه، مواقف تعرض ليها، ان صور اشخاص تانية. يعني ممكن ان الحلم اللي هو بيبقى جاي له ده بيبقى نابع من الشيطان، الشيطان بيهيئ له ان هو بدأ مثلا يحلم باشخاص، بصور هو في مخيلة عقله انه ما شافهمش قبل كده. لا بس هو مش شرط ان هو الشخص علشان خاطر حلم بشخص او اتنين او تلاتة ظهروا عنده في الحلم وهو مش شافهم قبل كده يبقى هو خلاص يعتبر ان بالنسبة له ان الاشخاص دي مجهولة. لا طبعا، ما فيش شخص في الكون كله بيحلم بحد وهو ما بيكونش الحد دوت عدى عليه في مرة. كل انسان وليه عقل باطن، العقل الباطن بيسجل كل حاجة الانسان بيشوفها، بيسجل الأشخاص، بيسجل أي حدث الإنسان مر بيه، أي موقف الإنسان مر بيه،
فكل الاحلام اللي احنا كلنا بنتعرض ليها دي بتكون نتيجه لموقف او حدث احنا مرينا بيه. ففكره ان الشخص ممكن يكون مش فاكر الشخص اللي هو شافه في الحلم ويقول لك ده انا اول مره اشوفه، يعني ما شفتوش خالص، لا بس مش بتكون حقيقه، لان العقل الباطن اكيد شاف الشخص دوت في فتره، مش شرط خلال الايام اللي هو حلم بيها، لا ممكن يكون خلال طفولته، ذكريات قديمه. بس الاكيد والمؤكد ان الانسان ما بيحلمش بحاجه وهو ما بتكونش مرت عليه. وبالنسبه كمان نقطه، ان حركه العين السريعه للطفل، الطفل ده هي المفروض ان حركه العين السريعه بتبقى نابعه من الاطفال كلها، يعني الاطفال كلها بتبقى عندها المهاره دي، ان هما نايمين بنلاحظ على عينهم ان في حركه سريعه بتمر بيها، الحركه دي بتبقى مفيده جدا ليهم، ان هو بيبدا المخ في وقتها ان هو ينشط نفسه، يلتزم مهارات كتير عشان ذاكرته تقوى، ويبدا ان هو يتعلم مهارات تانيه علشان يواجه بيها العالم الخارجي. اصلا علشان نعرف مثلا ان الشخص اللي قدامنا، يعني اكيد مش كلنا بنحلم، يعني مثلا في اوقات بتعدي علينا ايام ما بنحلمش فيها، يعني عادي بتمر عادي. الشخص وهو بيحلم لو نيجي نلاحظ عليه، يعني اوقات واحنا نايمين بنبص نلاقي، يعني نبص نلاقي مثلا شخص نايم قدامنا، نلاقي في حركه عين سريعه في، يعني وهو نايم كده بنشوف كده في حركه سريعه بتحصل في عينه، دي بتدل ان هو بيبتدي ان هو يحلم وبيخش في صراعات في الحلم وكل حاجه. ممكن الحركه السريعه دي تكون مفيده عند الاطفال وما بتدلش ان الطفل ده بيحلم، بس مختلفه عند الكبار. لما بتيجي عند الكبار فانت بتتاكدي خلاص ان الشخص دوت خلاص الدماغ بتاعته شغاله وكل اجهزته شغاله، وان هي ماشيه، يعني بتحلم وانت نايم، بس كانك بالظبط في عالم اليقظه بالظبط، لان اصلا الحلم مذكور في كتير قوي من كتب علم النفس، ان هو عباره عن احاسيس ومواقف وصور. الاحاسيس والمواقف والصور دي بتدخل على المخ، بتنشطه، بتعمل حركه للمخ كانه في احلام يقظه، وبعد تنشيط المخ دي ان هي بتبدا تعيد له ذكريات، يعني هو ممكن يكون قابل شخص واحد في حياته مره من سنين كتير فاتت، وهو يبقى يعني مش فاكر الشخص ده، او مش فاكر ان هو اتعرض معاه الموقف، فيبدا اللي هو انا حلمت بيه ازاي وانا اصلا ما اعرفش مين ده. العقل الباطن عمره ما يدي للشخص صور ناس هو ما، يعني هو ما بيخلقش من عنده صور ناس انت ممكن ما تكونش قابلتهم في حياتك. تاكد ان انت اكيد قابلت الشخص ده، مش شرط ان انت تكون لازم اتعاملت معاه او ان انت قابلته كم مره يعني ورا بعد ان انت لازم تبقى فاكره، لا هو انت ممكن تكون قابلته مره في طريق، قابلته مره في موقف، حصل بينكم كلمه واحده، بتبدا ده كله يتسجل في ذاكرتك. مصر. بيرجع العقل الباطن ان هو يسترجع لك ذكرياتك دي، اي حاجه انت بتفكر فيها مثلا الشخص ده جه على بالك ولو لحظه، بس انت انا حاسس ان انا شفته قبل كده بس انا ما اعرفش فين، او يمكن انا ما اعرفوش، لا هو اتاكد ان انت اكيد قابلته في موقف او في حاجه هو متسجل في ذاكرتك. مظبوط، لان ده كله بيكون اصلا مختزن في الباطن، في يعني في العقل الباطن اللي عند كل انسان، وكل انسان طبعا بيمتلك عقل باطن زي ما قلنا، فاكيد يعني بيكون مر عليه، مش شخص مجهول بالنسبه له ولا اي حاجه. وبرضو عايزه اقول ان الاحلام اللي الشخص بيتعرض لها، يعني في احلام بتكون نابعه من الشيطان، خلينا كلنا نكون متفقين على ده، وبرده في احلام بتكون الانسان هو اللي بيتدخل فيها. ازاي؟ يعني شخصيه كل انسان بتظهر في حلمه، يعني ممكن انا اجي احلم بموقف، يعني موقف كده اتضايق من تصرفي او رده فعلي فيه، بس انا لو جيت اتحطيت في نفس الموقف بره الحلم في الواقع هلاقيني بتصرف نفس التصرف اللي انا تصرفته في الحلم من غير ما اقصد. طب ليه؟ لان الاحلام دي مش بتبقى من فراغ، الاحلام بتعكس الشخصيه، شخصيه كل انسان بيحلم بيها. كلنا احلامنا بتتكرر وكلنا احلامنا متشابهه، بس في اختلاف واحد بس، الاختلاف دوت بيكون اختلاف شخصيتك عن شخصيتي عن شخصيه غيري، فده الاختلاف الوحيد اللي بيخلي كل واحد يكون ليه رده فعل مختلفه جدا في يعني مقابله الحاجه اللي اتعرض لها في الحلم، فبالتالي رده فعلي هتكون مختلفه عن رده فعل. مظبوط فعلا يا مروه، بيحصل كتير جدا. وفي نقطه برضو، ان الشخص ممكن ان هو في نومه يقول ان انا مثلا حلمت، يعني هو بينام فتره ساعات متواصله ممكن تكون طويله جدا ومتواصله مع بعض، بس هو ممكن يحلم الشخص من حلم لسبع احلام، بس الحلم الواحد فيهم مش ممكن ابدا انه يتعدى عن دقائق،
هو في مخيلته ان هو ممكن يطلع يقول يعني مثلا هو اول ما يصحى انا حلمت كام حلم والحلم طويل جدا. اصلا ممكن تلاقيه اصلا بيكون ناسي 90% من جزء الحلم. ايوه، ما هو لما بيبقى مثلا بيقوم من النوم هو بيبقى فاكر ساعات احلامه، بعد 5 دقايق بالظبط من ان هو بيقوم بينسى نص الحلم. واصلا في وقت كده ممكن يجي يمر عليكي انت تنسي اصلا انك انت كنت حلمتي باي حاجه، يعني ممكن تصحي كده تقولي لا ده انا مش حلمت باي حاجه، واول مثلا لما تشوفي حاجه حصلت قدامك وكده تفتكري وتقولي ايه ده، لا انا حلمت والله النهارده بالحاجه دي، لا انا فاكره ان انا حلمت كده، وتبتدي تفتكري في نص اليوم. وممكن برضو لو شفتي مثلا شخص قريب منك او كده وانت ما بتكونيش فاكره انك حلمتي بيه، بس اول لما بتشوفيه تلاقي ذاكرتك رجعتك كده وقالت لك انك انت فعلا كنت حلمت بيه. لما يجي بقى يسالك يقول لك انت حلمتي بايه، لما تقولي له انا والله حلمت بيك النهارده، فلما يجي يسالك يقول لك انت حلمتي بايه، فارد اقول له والله مش فاكره اي حاجه. هو فعلا بيحصل كتير ان انا ممكن مثلا امر بحاجة زي دي، ان انا ببقى صاحية مش فاكرة الحلم، انا فاكرة ان الشخص ده كان مشاركني حلم من احلامي، وان انا فاكرة ان حصل بيني انا وهو موقف، اتحطينا في تجربة سوا في اي حاجة، بس انا صاحية مش فاكرة ان انا فاكرة ان هو كان معايا بس مش فاكرة ان الحلم عبارة عن ايه. هنطلع فاصل قصير كده ونرجع مع حضراتكم نكمل باقي الموضوع. قلنا كذا مرة بلاش الحفاضات اللي بتجيب حساسية دي يا مدام. أمال إيه الحل يا دكتور؟ عليكي وعلى حفاضة دراي ماكس من جولدن جيت. جولدن جيت الاسم الأشهر في عالم المستلزمات الطبية، وده لأنها دايماً حريصة على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها. بتوفر لك حفاضة كبار السن دراي ماكس، خامات تركية وصناعة مصرية درجة أولى، لأنها بتتميز بقوة امتصاص عالية محكمة باتنين أستك داخلي واتنين خارجي وشرايط لزق قوية، يعني معاها الراحة والأمان، وكمان ما بتسببش أي حساسية أو احمرار على الجلد لأنها بتحقق جفاف عالي علشان درجة الساب فيها 14 أمريكي الصنع. وطبعاً ما نسيناش سعرها المناسب لأننا بنطبق مبدأ وين وين، يعني اكسب وكسب. وكمان بنقدم لكم مستلزمات الأطفال عالية الجودة من مادة البولي بروبلين البلاستيك الطبي، واللي بتتميز بوجود العلامة التجارية شيكو إنتاج مصري أصيل، من ببرونات، سكتات، شفاط مخاط، شفاط ثدي، وأكثر من 300 صنف تاني من المستلزمات الطبية، وبنوصل لك المنتج لحد عندك في جميع محافظات مصر. مستني إيه؟ كلمنا واستفيد بأفضل العروض، وفريقنا في خدمتك في أي وقت. جولدن جيت، عطاء لا ينتهي. وهو موضوع الأحلام في علم النفس. بعض الأحلام بتكون متشابهة عند كل فرد، بس زي ما قلنا قبل الفاصل إن هي بتختلف من فرد التاني في تصرفه تجاه الحلم. الأحلام بتختلف من فرد للتاني، زي مثلا الكفيف، هل أحلامه زينا؟ لا خالص، أحلامه ما بتكونش زينا خالص. الكفيف لما بيكون كفيف منذ ولادته، فبالتالي ما بيكونش عقله كون صورة كاملة عن شخص، عن وجه شخص، عن مثلا عن صورة معينة، عن منظر طبيعي، ما بيكونش عقله كون أي حاجة، لأن هو من ساعة ما اتولد وهو شايف ستارة سودة. بس معنى كده ان هو ما بيحلمش؟ لا، هو بيحلم وكل حاجة، بس احلامه بتكون عبارة عن صوت، احساس، تذوق، وبس، يعني هو ده كل حاجة. للأسف وقت حلقتنا انتهى، واتمنى ان احنا نكون اسعدناكم، وانتظرونا حلقة